السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، انا تعبانه وبطني بتوجعني وما بقدرش امسك نفسي في الوضوء، يعني بتصدع من الفرد كذا مره وممكن ما اقدرش امسك نفسي، وبعدين انا شغاله فبيجي عليا صلاه الظهر، بروح قرب يعني قرب العصر فبصلي الظهر في ميعاده، والموضوع ده بيجرالي انا اساسا ببقى مفرده في وسط زمايلي ان انا يعني اتصدع كذا مره، وما اقدرش يعني الموضوع ده عندي بعيدني جامد لدرجه ساعات ان انا ساعات بتضايق من الصلاه بسبب الموضوع ده. يعني دايما عفوا، على طول، وفي اوقات بقى بصلي ما فيش حاجه كويسه، فمش عارفه بقى الاوقات يعني اوقات بتوضى كذا مره واللي بيحصل معايا الموضوع ده بصلي وما بعيدش الصلاه اوقات من كتر الموضوع ده. انا اسمعي يا عندي اختي، اتكلمت كثير، احب اسمع، احب اتكلم. اذا كان عندك انفلات ريح، يعني ريح بيخرج بصورة مستمرة ولا تستطيع التحرز منه، فتكوني من أصحاب الآثار وتتوضئي وتصلي. أما إذا كان الريح يخرج كل نصف ساعة أو كل ساعة، فنقول توضئي واحرصي على طهارتك وصلي، إن نقض الوضوء أعيدي الصلاة. أما إذا كان مستمرا فتكوني من أصحاب الآثار، حينئذ تكوني من أصحاب الأعذار ولا إثم عليك، فالحال راجع إليك. إن كان بصورة انفلات ريح مستمر فتوضئي وصلي ولا تبالي. إذا كان خروج الريح على فترات وعلى أزمنة يلزمك الوضوء وأنت أدرى بنفسك.